معلش معلش والنبي يا ام ادم اعملي لابو ادم شاي عشان الراجل فضحني في السعوديه كلها. معلش معلش يا ام ادم اعملي الراجل ده كوبايه شاي. طول النهار عمال تتفرجي عليا والراجل قاعد بيشتكي الاوتوبيس كله. هو اللي ده بس عشان العربيه. استنى وبيقول دوري لي على عروسه. ما بقدرش اصلا. انا قلت كده يا حاج. حصل يا حاج. بص بقى جوزك بيتجوز عليك هنا. اه ما هو مش جاي له. هو جاي جوزك بيتجوز عليك هنا كده احلى هديه اللي هتدرس بيها. اي خدمه بس تعبتني. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اللي عادل الطرحه بس كده اول عادل الطرحه عشان ندخل عليك. ما بعتهاش والله. ها؟ انا ما بعتهاش. لا لا عادل. بصوا يا جماعه النشوه نشوه بسم الله ما شاء الله والله يعني هي مش رياء ولا حاجه بس احنا يا ولاد. احنا بقيت هد شويه احنا بنشجع بعض. شوف انا اشتريت ايه وكتبت على اسم عشان كل اللي رسمي يدعي لي دعوه حلوه في الحرم. ده بتحط في الحرم يعني بقى ايه صدقه يعني صدقه اي حد بيقعد عليه ودي يعني اي حد عايز يعمل حاجه صغيره. بص عايز اقول لكم ماشي بعدين بقى. اشتروا الكرسي دي حاجات زي دي نشوه ان شاء الله ناوي اجيب كميه يعني. انا جبت شويه وكل منزل اجيب شويه استنى سبتها في الحرم فهي بقى ايه راحت هي ولا المهم اسمع من وضع الكرسي فالمهم شافت البتاع فنشوه يا جماعه بسم الله ما شاء الله والله العظيم مجتهده يعني الحمد لله اول امبارح خلصت المصحف انا قلت لها والله يا نشوه ان شاء الله لو خلصتيه وبدات في الثاني هجيب لك حاجه حلوه والله هي ما تعرف هي قسما بالله انا جبت لك شوربه واحنا في فاحنا في المدينه قالت لي على حاجه هي عاجبها قوي ونفسها تشتريها فجبت لها النهارده ميه زمزم الصراحه لله. ودي انا شوكه فتح هنجيب لك ايه؟ جبت لي هديه والله؟ اه والله احلف والله العظيم يا جماعه انت بتعرف هي ايه؟ لا والله ما تعرف هي بايه؟ والله ما اعرف اي حاجه بس انت اعرف ان انا جايبه له حاجه ثانيه ولا لا لا ما بتجيبش اسمها؟ لا ما بتجيبش سيرتها؟ يعني اللي تجيبه تطلع تنشره على الهوا لكن انا لما اجيب حاجه تخنس وتسكت بفلوس كتير 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 هز يلا لا يا جماعه استنوا لا ما انت ما تضيعش حقي انا جايبه لك حاجه غاليه يلا نشوف افرجهم بس الحاجه اللي انا جايبها لك اول طب الحاجه اللي جايبها الغاليه بقى حاجه منك والله انا توريهم يلا حاسس عليك ده الراجل دماغ يا مش هتفهم ده دلوقتي لا احسن افتكر واحنا في المدينه اه قلت لي علي انا شفت كذا كذا ونفسي اجيبها شوكولاته شوكولاته بتبطل اكل شوكولاته طب نفسي في ايه في المدينه الرسول عليه الصلاه والسلام اه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ايه شفته في المدينه وكان نفسي سمبوسه بس ده حاجه مش عارف افتح بس دي الساعه سنه اللي كان نفسي فيها لا مش هي افتحها بس الساعه اللي هي بالبتاع لا بالغاليه اللي بتتوصل على الموبايل اللي بفلوس كتير لا والله هي وصلت بامان اللي بفلوس كتير لا لا والله. انا مش عايزه والله 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 ما هي بفلوس كتير انا كل اللي حصلني انا مش عايزه والله العظيم هي بفلوس كتير اسمع الكلام لا لا مش عايزه مش عايزه افتحها بس يا بنت والله ما هي غاليه بقى مش غاليه والله والله العظيم طب افتحها ازاي يعني لما افتحها افهم قدام الناس تحرجني اوقف واقف افتحها لك لا اهي بس انا مش هفهم فيها برضه هي كانت واحنا في دمياط قالت لي عليها فلما جينا هنا اكدت لي عليها فانا جبتها لها اهوت من العزيزيه نادين هتقتلني نادين هو لو شافوني جايبه حاجه من ده انت جبتها هنا اللي جايبها لي طب ما هم هيزعلوا اديها انت اديها لي العيال الاورنج ده انا؟ أه؟ انا هلبس الاورنج ده؟ والله كان فيه اسود واخضر وما رضيتش اجيبه ما جبتش اسود واخضر جايب لي اورنج؟ لا لا لون يا جماعه ورا الناس انا بصوا يا اولادي دي بس ما حدش فاهم ايه بس احنا هنفهم دلوقتي اصبر لا انا عايز اسود ده احلى انا عايز اسود لا لا عشان خلاص بقى والله والله بعدين اللون ده حلو لون فريحي ايه انت طفل انا يعني انا طفل ده انا عجوزه هو مقطوعين لا بتركها وده الحاجه خلي بالك بتباع لوحدهم هي دي البتاع اه دي الساعه كان وشها من ظهرها اهو ده وشها البس بس كده اول البس انا فاهمه حاجه ما تقفل انا مش فاهمه حاجه طلعتني اقفل وارجع لك استنى ما انا خايفه تبوظ استنى طب بصوا يا جماعه علي جايب لي ساعه هديه بس هي شبه بتاعه العيال طب على فكره طلع موضه قوي النجوم الولاد دي اه ده انا كل الناس لابسينها والله انا عايزه ساعه وكوره كوره ايه لا خد ماشي كتر خيره في ايه نشوه لو قلت كتر خيرك ايوه ايوه ما تقعدش تسمي بدلنا طب ايه بقى سماعه الدكتور قلبي اه قلبي دي سماعه القلب يا ولاد ده ادي بقى حطها فين دي ده الشحن بتاعها شاحن طب ما ايه في البلاش فضايح وتعالى اتكلم ما في الوقت بصوا علي ركبالي اي بس هي هات وشها هات وشها شيل بقى اللزمه استنى اما البسها طيب
بس هي عيالي، انا عايزاك تبدلها لي. ما عادش حد بيلبس الساعات التانية، انا شو كل دي اللي طالعة الوقت كله. الولاد دي قولوا لي يا اولاد، قولوا لي يا اولاد حاجة مع اللون ده وحش والله. كان هناك زي زيتي واسود، في ست كبارة زي حالتي كده، الحاجة نشوة لابسة اورنج. طب اقسم بالله شياك. طب هي دي كده ايه بقى؟ شيلي بقى اللزقة كده. دي لزقة؟ اه شيلي. الله يخلفك يا يا خلابي. الفلاح لما بيتمد بيقول لا غطيها عشان ما تتكسرش. هاتي كده وريني. انا دي لو دخلت بقى الحرم ها. طب والله العظيم استنى، والله العظيم شياك. انا دي لو دخلت بقى الحرم وانا بقعد الشكل. عجبتك بجد ولا لا؟ حلو قوي. لو انا بقعد الشكل كده عشان اعدي بالكرسي بتاعي واتعدي منها واعدي من على الحواجز دي، راحت في داهيه. دي شاشه دي بتتعمل لها سكرين. طب بتتوصل بالتليفون؟ بتتوصل بالموبايل. بشحنها بقى ازاي؟ الشحن في شحن ده. ولادي اكتبوا لي كل الطف، انا هقرا الكومنتات يا اولاد عشان ده هيقعد يفضحوني، يقعد يقولوا ما انتش يا خلاص ده اشتغلت. طب هتتوصل بالتليفون الاحمر؟ دي شغلتك انت بقى. الاحمر مين؟ والله ما يحصل. طب اوصلها بايه؟ هتتوصلها بالتليفون اللي هو الهونر بتاعي. انا عندي هونر؟ اللي انا هتاخديه. طب انت لو ما قلتش انا جايبه لك ايه يا علي في التصوير؟ طب ما انت مطلعني فاضحني بالله. ولادك عشان ولادك هما كده كده هيعرفوا. عايزه بصراحه من غير زعل، هي عايزه اسوره كده صغنطوطه ذهب اللي هي السلسله. لا مش الجنيهات. امال ايه؟ اسوره كده ايه خفيفه كده اللي هي رقيقه تبقى خارجه كده. ابقى اجيب لك واحده عادي. ممكن خدي واحده ان شاء الله. اجيب لك واحده من المولد لما نروح بلدنا. ذهب. بحب الحاجات الذهب. انا مش حاجات الجلد دي خالص. انا الجلد لا، احب الذهب. تحب الذهب؟ عجبتك؟ اه والله جميله قوي بجد. اه والله. بس اقعد فهمني كمل المصحف. انا والله انا الوقت خلاص. يا تاتش يا بنت انا خلصت بجد. تاتش تاتش يا ولد فلاح قوي. تاتش استني حاول بقى اعملها اربطها بالتليفون. اربطها بالتليفون؟ اه بربط الجزمه ماشيه وهي مربوطه. قفلوا يا جماعه بقى ده اليوتيوبر. طب استنوا بقى برضو والله العظيم ما هسكت. لا بعلبته. استنوا شوفوا انا جايبه العالي ايه. بصوا انا هحكي لكم قصته. هو مش انا اللي شارياه له عشان ما حدش يقول لي نشوه. هو علي بصوا هقول لك، علي من الاشخاص اللي استحاله يعني يصرف حاجه من جيبه هو الشخصي على حاجه. اسمعوا مني. امال في ايدك ده ايه؟ ايوه جبت لي دي صح؟ بس هو بقى ما يحب يشتري لنفسه تليفون يقول لي نشوه هتقولي هديه، لكن يطلع حاجه من تحت البطاطا جلده ما يطلعش. فهو قال لي يا نشوه هاتي تليفون هديه. فبصراحه بيني وبينكم بصراحه والله العظيم بكل امانه انا كنت سايبه فلوس هنا والله العظيم. ما قلت له خدهم والله. ما تقوليش والله. ما قلت له والله العظيم والله العظيم لا والله ما قلت له خدهم. فهو انا لقيته بيكلمني في الحرم نشوه انا اشتريت الهديه اللي انت كنت جايبها لي. حاجه باينه؟ مفيش حاجه بتبان مني. انا قال انا اشتريت الحاجه الهديه اللي انت كنت نفسك تجيبها لي. فانا ما شفتهاش لسه والله. فتعالى نشوفها سوا. بصوا نشوه جابت ايه؟ مش عارفه نشوه جابت ايه بس احنا انا نشوه اتسرقت. نشوه اتسرقت وجابت ايه؟ تعال ما شاء الله اللهم صل على النبي. ده ليه؟ ولا لمين؟ ليك؟ لا لا بصوا ده والله ليك عادي. لا انا عامل ايه؟ مش في الحاجات دي. ده تليفون علي جايبه جديد هدي جايبه جديد. هو جايبه جديد خلاص احنا حكينا القصه. ما هلاقي حاجه جوه؟ انا بدور على سماعه. لا ما عادش التليفونات بتنزل بسماعات دلوقتي يا نشا. انت قلبت اقسم بالله اهي ايه. لا ده كان فيها سلك الشحن. لا إيه سماعه والله فيه. والله ما عاد التليفونات والناس كلها عارفه ما عادش التليفونات بتنزل لا بشحن ولا بتاع بجد والله. بس ده جاي بشاحن. الراجل كرمني. يا فين سماعه؟ والمصحف منزل بيه. مو ما شاء الله اللهم صل على النبي. علي جاب التليفون ده لنفسه ما شاء الله. ما شاء الله انت قال لي ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها يا علي. خلي في ايدك يا نشوى. اعمل بقى واحد والله العظيم واحد. اسلم والله انا عارفه والله امسك. يلا بقى ايه ادعي لي ربنا يصلح حالك يا نشوى. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. ده سرقين. ده سرقين. والله ما حصل ده كده. طب احكي الحكايه. بحكي انت ما كنتش عارفه ماشي ان انا رايح اجيبه النهارده بس عارفه ان انا هجيبه بكره بعده. اه قلت لك ايه؟ قلت لك علي. قلت لك انت مش شرقيه. اعمل بقى كوبايه النسكافيه بتاعي واروق على مزاجي بقى بعد الهديه الحلوه دي. ابقى ايه مبسوطه بقى ونكمل قصتنا تاني مع بعض. ده النسكافيه اللي هو هنا في الفندق تبع الفندق، وده المبيض تبع الفندق.
قولي لي يا نشوى، بتضيفي لبن بتحط المبيض ليه؟ اقول لك ما اعرفش يا بنتي، ده المبيض ده بيدخن. مش انا هنا ما افتكرش يعني ايه تدخين ويعني ايه تخسيس ويعني ايه الكلام ده كله. المهم ان انا هنا، انا في غربه يا جماعه. بص النسكافيه هو يا حلاوته يا جماله، خليت لي الحلوين ايه شويه الميه. يا ولاد طريقه عمل النسكافيه اللي ما بيعرفش يعمله. لولا يا عليكم كنتوا هتعملوا نسكافيه ازاي؟ بتشتري لبن كده بعد ما 50 مرة تشتريه غلط ويطلع في الاخر لبن رايب. فين وفين لما ربنا يرزقك ان اللبن وتفتكري ان اللبن هنا اسمه حليب ما اسموش لبن. فماما شاريه بقى اللبن الحليب تحطيه هنا. يا سلام يا بنتي يا نشوى. اقعد بقى كده ايه، بصوا لاخر نقطه عشان علي ما يشوفش منها ولا نقطه. بصوا اهو، بصوا اهو ولا اي حاجه. وكيكايه بقى كده من كانوا. وبصوا استنوا، لا هوريكم هوريكم دول احنا جايبينهم منين. شحاته من الفندق. تعالى اوريكم الشحاته الثانيه. تعالى دي بقى ضيوف دي الوجبه اللي بيوزعها ضيوف بيت الله الحرام. طبعا انا يعني انا بجيبها اكتر عشان علي اللي بينمني منها البتاعه دي الكب كيك. علي بقى بيحب ياكل باتيه وبيحب يشرب العصير. انا لو ما كنتش فطرت بتمر بفطر بتمر، بس انا فطرت بتمر كانوا بيوزعوه. وما بشربش ميه معدنيه، بشرب ميه زمزم بس كتر خيره من اللي بشوفه. بص يا اولاد عايز اقول لك مفيش حد بيقعد في السعوديه جعان. شوفي امه تعملي تلاقي وجبه زي ديت كل يوم، كل يوم الملايين كلهم اخدين، باستثناء لو احنا دخلنا جوه الحرم. مفيش في الحرم في الصحن، صحن الكعبه مفيش توزيع، لكن بره بيوزعوا بقى طول ما انت داخله طول ما انت ماشيه كالعاده بتاعته. بينزل متاخر، فما نزل متاخر الاتوبيسات وقفت في الطريق فما لحقش الفطار. اجي متاخر عليا بعد المغرب كده، كان المغرب اذن وكده، بس لحق صلاه المغرب. المهم فبص وجبه محترمه اخد انا منها بقى الكب كيك دي. يا سلام انا هرت انا هرت كب كيك كده مع كوبايه النسكافيه الحلوه دي، واقعد بقى ايه اقعد على مزاج بقى اشرب مزاج. بصوا يا اولاد انا جعانه، قالوا لي المطعم اللي تحت بيعمل وجبات الوجبه ب 20 ريال حاجه كده، اكل تركي واكل هي واكل عراقي مفيش هندي ده. فقلت لهم ايه انزل اجرب كده اكل المطعم. بشوف ناس من كل يوم ساعه الفطار وساعه السحور ناس في المطعم، فمش عارفه هيبقى الاكل حلو ولا وحش. بس هو قال لي الفطار هيبقى احلى، يعني لو جيتي فطار احنا دلوقتي سحور، فلو جيتي فطار هيبقى احلى. فهنزل نجرب كده المطعم تحت ونشوف الجو ايه. يلا بينا. بص يا اولاد انا كنت نازله اجرب اكل في المطعم، لقيتهم كانوا خلصوا اكل وما عادش مش عارفه ايه. فالمهم في حد من اصحابي قوي دلني على مطعم تركي. انا جربته على فكره اول عمره جيت هنا، كنا اكلنا حاجه اسمها فضه. ده عادي انا مع الطبق ده عادي ناسا. لا عادي ما انتش جاي في التصوير. انت كنت متعطل عشان دول موبايل. المهم فانا كنت الساعة عاملة شغل عالي، الساعة عاملة شغل عالي. لا لا استنى اما انورها، استنى اما انورها. الله تنورك يا ربنا ينورها لك. انا حاسة ان انا معطلة، بس خلاص شكرا. المهم فانا كنت جربته مرة زمان، كنت معزومة فيه على بس اسكندر حاجة مش عارفة ايه. فالمهم النهاردة جينا نجربه بس فيه دوشة، جينا نجربه طلبنا بقى حبة حاجات اوريها لك. ماشي. دي شوربة عدس، هندوها قوي. بحبها قوي. واشوف الناس في الحرم بيفطروا بيها، انا بقى نفسي اقول لهم طبق لو سمحت. حلوه شو بتعكس فيها كريمه، حلوه قوي حلوه قوي 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 كمان. الخبز بتاعهم لسه اصلا طالع طازه. اهم حاجه انتوا بصوا شفتوا الخبز بتاعهم حلو، يعني صعبين صعبين. النعمة كان بيشرب شوربة العدس وماشي زي الفل. يا جماعة اس فجأة اس فجأة اجى الطبق ده. اتفضل علي. ده في العموم بينزل تحية من تحية اتفضل يا معلم. ايه رأيك؟ اتفضل معايا. ايه رأيك؟ لسه دوق؟ ماشي دوق. طب ادوق لك؟ والله تاكل معايا. لا لا انا جايبة لنفسي طاجن اللحمة. انا بحب اللحمة لحمة، بقول له بص انا ماليش في الكفتة. انا ما بحبش المفروم، انا عايزه اللحمه اشوفها هوبر. قال لي يبقى خدي طاجن لحمه صحيح، هو عارف ناقصه طحينه. حلو قوي حلو قوي بجد بجد. عجبك اكل احلى اكله صح؟ امسكي المدوم معاك. اكل ازاي بقى؟
تجيب الرغيف العيش. جبت العجه منين؟ بكله ايه؟ سمونيه. سمونيه. امال فين الطحينه بقى؟ ما فيش طحينه. تقوم ضارب بقى حته الكفته دي كده عليها البصل ده كده. ده الاكل. شوف ده اكله دي. ده اسمه ايه الاكل؟ تنزل عليه بالقرن الشطه الموحوح. ما كترش بصل عشان الصيام. انا مش هصنده. ماشي. وعليه كده هو ده المفروض بقى ينزل في الطحينه. بس مفيش طحينه بقى لك. علاش على الدوشه يا جماعه؟ الصلاه على النبي. ده طلب يعني. اه فرغت عنه. سكر الحد. بحب العدس جدا. اه. جنب اخوه. الكفته دي نسبة 70 منها لحمة دهون 30 ليا. ليكي ولا ليا نية؟ نية. الطلب التاني ايه جسر؟ اه تعالى هنا تعالى. انا مش حد ياكل هنا الا انا. محدش هنا هياكل غيري. اي حاجه تحطها عندك. بصوا بقى سامعيني شايفين البقبقه اللي بتبقبق دي؟ ده طاجن اللحمه بالخضار بالجبنه الموتزاريلا. ماشي ماشي. احب انا اشوف اللحمه اهو برضه. ايوه وده بقى لحمه بعجين. بس هو انا عايزه طحينه. معلش. حلوه حلوه حلوه. عامل ايه؟ ادودي اول. يا مبكبكة مبقليلة بتبقلل سخطة. انا هتخش ببقي دي ازاي؟ دي قلب على الدمية. طاجن اللحمه اللي بالبصل بتاعنا. طب نقفل بقى عشان نقعد ناكل. اخيرا اقنعت هذا الرجل ان انا ينزل معايا بدري. وبرده ما... خد بالكم هو سبحان الله. والله لبس. اقنعته ينزل معايا بدري هو اخرني. شفتوا الدنيا بقى؟ محدش يعمل خير لحد. محدش يعمل خير لحد. ده هو قفلت له وقلت له والله ما ماشي الا لما تيجي معايا. بينزل متاخر بيتبهدل وبرده هو اللي اخرني. عارف لو اتاخرت وما دخلتش النهارده هقعد ادي عليه دعاء. اخد سجادات عشان نقعد في الشارع. شوف ما شاء الله دايما بينظفوا. دايما ما شاء الله ما شاء الله والله دايما بينظفوا. بصوا بصوا بقى يا ولاد خلاص احنا وصلنا اهو. بس انا هخش جوه عشان انا هعمل عمره لابن اختي. لكن هو يقعد بره عشان مش لابس حرام. حرام غير كده. عايز الخط بتاعي واقف وخطه واقف. هيخش ده من برج الساعه يعمل له بقى الخط بتاعه ويشغله كده وربنا ييسر له امره. وانا هخش جوه ربنا ييسر عليا الامر نعمل عمره لابن اختي. يلا مع السلامه. كلمني ضروري. اللهم اكتب لنا الاجر يا رب واكتب لنا ان احنا نعرف ندخل. امبارح حاولت ان انا ادخل كانت ليله 27 بس كان موت بقى ده ما فيش فيه دخول. يلا الحمد لله ربنا يكتب لنا الاجر. انا مبسوطه قوي. انا من اول ما عرفت انك رايحه العمره وحياه ربنا وانا كمان حاجزه العمره وبتمنى اشوفك وكل يوم اجي عند الكعبه عشان اشوفك واروح اتفرج على فيديوهاتك وانا بصحى بعد صلاه الفجر. والله العظيم نفسي اشوفك. انا فرحانه قوي. انا احلى حاجه في الدنيا عند نادين وعند ابراهيم وعندك وعند وقعده كل اللي قاعده معايا. قاعده معاك. اه والله ربنا انا مبسوطه. انا ربنا بيحبني وقبل مني العمره بتاعتي عشان شفت النشوه وعلى النشوه. اه والله. وعم علي والاستاذ علي ده هيبقى بره الوقت وحركاته وحاجاته. انت لذيذه فيكي كل حاجه مننا. احنا بنات كلنا انا بحبها هي واخواتها وانا واخواتي بنموت فيها. والله دعيت ربنا ودلوقتي وانا بلف في الطواف قلت يا رب اشوف نشوه. عرفت طعم الطرحه بتاعتها والشنطه. سبحان الله وحياه ربنا ما شاء الله. بتدعي دعوه حلوه والله. ربنا يكرمك يا ربنا يكرمك. انا كنت في الحج السنه دي حجيت السنه دي وان شاء الله ربنا يكرمك. يا رب يكرمك وتحققي كل اللي نفسك فيه وتبقي اعلى واحده على اليوتيوب وانا وراك. والله انا
انا فرحانه قوي، انا جسمي كده اهي. لا 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 لا، الناس كلها بتحبك. تعالي عندنا المنوفيه، احنا من المنوفيه. انا اجي اتغدى عندكم. تعالي تعالي، كل عيلتنا بتحبك، كل عيلتنا وكل اصحابي وكلنا متابعينك. وما قلناش وعملت ايه النهارده، وعملت حلويات ايه النهارده. لذيذه وبسيطه وواقعيه ومش متكلفه. احلى يوم في حياتي، انا ربنا حقق لي عمرتي يا جماعه. طب سلمي على اخواتك بقى وطمني عليهم، طمنهم عليكي. وانتوا طيبين يا اخواتي، يا كويسه. ربنا يشفيكي يا شيرين يا اختي، عندها كورونا. شيرين اختي ربنا يشفيكي، ربنا يخليكي يا صباح يا اختي، وربنا يخليكوا ليا يا اخواتي. يا رب. انا شفت نشفه يا اولاد. كل سنه وانتوا طيبين. كل سنه وانتوا طيبين.